بتوجيهة من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيس مجلس النواب، تقيم الأمانة العامة للمجلس جلسة محاكاة برلمانية لفئة الشباب عبر الاتصال المرئي، وذلك صباح يوم الخميس المقبل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة النائب أحمد العامر رئيس اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بمجلس النواب. سعادة النائب بعد التحية، حدثنا أكثر عن أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في تعزيز دور السلطة التشريعية في مملكة البحرين وإشراك الشباب بالعمل البرلماني. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا كل شكر وتقدير لكم تلفزيون البحرين تحت هذه الفرصة لإلقاء الضوء على هذه الفعالية جلسة محاكاة لفئة الشباب، وشكر موصول طبعا لراعي الفعالية معالي رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينة، والأمانة العامة في مجلس النواب على رأسهم سعادة الأمين العام راشد بن محمد بن نجمة، وكل الوزارات في ساهمت في المشاركة ونجاح هذه الفعالية لأبناء مملكة البحرين من شباب وشابات. بالنسبة لأهمية هذه الفعالية تأتي طبعا من حرص مجلس النواب على رأس معالي رئيسة مجلس النواب على الاهتمام الكبير لهذه الفئة المهمة من شرائح المجتمع، فئة الشباب، وتعزيز دورهم المجتمعي ومنحهم أدوار أكبر في العملية الديمقراطية وإبراز أهميتهم في مشروع سيد جلالة الملك. وهذه طبعا لا شك هي ترجمة لتوجيهات سيد جلالة الملك في عهد الزار واهتمامه المباشر والدائم لأبناء شباب وشابات مملكة البحرين. نعم سعادة النائب، ما الذي سيقدمه برلمان الشباب للمشاركين، وأهم الموضوعات التي سيتم طرحها من قبل الشباب المشاركون؟ نعم، بالنسبة حق الفعالية هي جلسة محاكاة عن بعد، وأعتقد هي الأولى على مستوى المنطقة والأولى على مستوى البحرين، مشاركة 40 شاب وشابة، والحرص أن يكون من بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. الفعالية بدأ برنامج من تاريخ 19 نوفمبر، وبتكون لهم تدريب وتهيئة لعقد جلسة برلمانية للشباب، تكون الجلسة بإذن الله تاريخ 26 نوفمبر برئاسة معالي رئيسة مجلس النواب، وبيحضرها مندوبين ومسؤولين عن الحكومة من الوزارات المعنية بمواضيع النقاش. الشيء الجميل من هذه الفعالية المواضيع اللي بتكون بنناقشها يحددها المشاركين من الشباب، وتناقش الموضوعات والتقارير وفق نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب. أي الجلسة بتكون إن شاء الله متكاملة أركان، نسأل الله التوفيق لهم، وإحنا كمجلس لا شك أنه بنكون داعمين لهم في أي موضوع ينطرح، وإن شاء الله بنتمنى لهم وإحنا كلنا دعم لهم بإذن الله. نعم، شكرا لك سعادة النائب أحمد العامر رئيس اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.